الذين يتخذون الحلف في البيع والشراء، هل من كلمة لذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله، وذكر منهم الذي ينفق سلعته بالأيمان الكاذب، وذكر منهم أيضا رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهذا من التهاون باليمين، وأيضا من استخدامها لأجل طمع الدنيا واستجلاب الناس إلى الشراء منه. الحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يكثر من اليمين لا في البيع والشراء ولا في غيره. نعم.